يا بناتي ما عندي احتاجات، راكو سيني ميني ودوك ما تحشموش على عرضكم، ركبتوا لي بطنينير بعد اليوم. فكرت يما صالحة حديث ومعنى نصفية، وش من المحنشة، وش من القطايف، وش من طاجي الحلو. ما تكتملش الصورة الجميلة للمرأة الجزائرية بعد لباسها اللباس التقليدي كما عواوش إلا إذا كانت متحفة بالمجوهرات والحولي نتاعها. راح نتعرفوا في حرفة وتحفة على صانعة المجوهرات من الجزائر العاصمة. خليكم إلى آخر الحصة باش تكتشفوها معايا. في متع عقلك اليوم راح نستمتعوا بعادة السودان الشقيقة في رمضان، وما تنساوش مسابقة الشخصيات التاريخية. وسط الدار طلع عليكم كالعادة في السهرة الرمضانية. من هذا الديكور العتيق والجميل من الأقواس القصبة اللي تمثل تراثنا وتاريخنا الجزائري. كم وصح فطوركم في هذه القعده الزينه مع برنامجكم العائلي وسط الدار اللي راكم تشوفوا فيه في السهره الرمضانيه. هذه القعده وسط الدار جزائريه 100%. قبل ما نروحوا لموضوع اليوم خلوني نستقبلوا الضياف اللي راهم حاضرين معنا. نستقبلوا الفنانه اللي راهي حاضره معنا ليلي سلطان. مرحبا بك، تفضلي. مساء الخير عليكم، صح فطوركم. الله يسلمك، صح فطورك، وشكرا على تلبية الدعوة. الله يسلمك العزيزة. الله يسلمك. كذلك معنا فنان ثاني واللي هو السيد أو الفنان زاهي الشريطي، مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صح فطورك. مرحبا بك ومرحبا بناس الحضنة. ربي عم يسلم عليكم. الله يسلمهم. وكذلك نرحب بعائلة وسط الدار مدام عواوش. صح فطورك. صح فطورك ومرحبا بالمشاهدين هنا وليك والضيوف. أكو فرحاني ناس مسيلة تلقاو كامل اليوم. نحسوا بالعائلة. الضيف نحيوهم كامل ناس مسيلة. الله يسلمك أمال. صح فطورك إيمان وصح فطور كامل المشاهدين، وأكيد مرحبا بالضيوف تاعنا. يوسف صح فطورك. الله يسلمك. صح فطورك إيمان، صح فطور ضيوفنا والمشاهدين. اليوم وغالبك واقيلا. شوية. خلاص. مشاهدينا النصفية هي اليوم 15 من شهر رمضان الكريم، واللي يحتفلوا بها الجزائريين بعض من الطقوس والعادات اللي من التراث الجزائري. المعروف أنه يجتمعوا العائلات في البيت الكبير حول مائدة الإفطار، وحتى في السهرات كاين اللي يقرأ القرآن، كاين اللي يزين المائدة بالحلويات التقليدية أكثر من الأيام الأخرى في رمضان. موضوعنا لنهار اليوم ليلة النص. فاصل ونواصل. مرحبا بكم من جديد في هذه القعده الرمضانيه. كما سبق وذكرت موضوعنا نهار اليوم وسهره اليوم هو نصفيه رمضان اللي راح نتحدثوا عليه. قل لي شريطي، راك فاتن؟ اواني بيان. ما غلبكش اليوم رمضان؟ لا الحمد لله. راك ملاح. رمضان الواحد لازم الحركه شويه باش يكون قوي. صح. ايه. أكتبني شوية وغالبك. لا لا لاباس الحمد لله. باسكو رمضان كي ترقد بزاف وتوعية بزاف بعد ما توليش تقاوم لازم تكون ديما ناشط. وي ليلي وكنت يا كيفاش مع رمضان؟ والله نورمال عادي يعني. صافي ديجا 15 جوغ. والله في الحقيقة حنا رمضان عادي نوضوا صباح هكا على بالك شغل الدار كوزينة القضيان ومن بعد تجوزي الكوزينة على بالك يتخافوا فورسي يعني. وما العشية ولا قدرتي تاكلي القمة هذيك راكي في الفايدة. شريطي نبداو كش ما تعطينا عندك
اغنيه ولا مديح ولا رمضان؟ عندي اغنيه على رمضان. رمضان ان شاء الله نسمعها. تفضل. ان شاء الله تفضل. شكرا. رمضان رمضان شهر التوبة والغفران، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الهداية والقران، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الهداية والقران. شهر الصوال المسكين شهر المحروم القليل، شهر الزوال المسكين شهر المحروم القليل، الرحمة بيهم يا ناس نبغى يربح العام طويل، الرحمة بيهم يا ناس نبغى يربح العام طويل، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الهداية والقران، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الهداية والقران. جانا وجاب معاه الخيل جاري خمم في جارو، جانا وجاب معاه الخيل جاري خمم في جارو، اللي بغى يدي اجر كبير يفتح العابر بالدارو، اللي بغى يدي اجر كبير يفتح العابر بالدارو، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الهداية والقران، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الهداية والقران. قولوا رحمة من عند الله بيبان الجنة مفتوحين، قولوا رحمة من عند الله بيبان الجنة مفتوحين، مغفرة وعتق من النار رحمة رب العالمين، مغفرة وعتق من النار رحمة رب العالمين، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الهداية والقران، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الهداية والقران، هذا سيدنا رمضان شهر التوبة والغفران، شهر الرحمة بين الناس الغفران. تعطيك الصحة شريطي، تعطيك الصحة. يا الله حقيقة الله يعني كلمات جميلة وفيها فيها رمضان على بالك على فيها رمضان رسالة، رمضان فيه الخير والناس خاصة كاين الناس كي يلحقهم رمضان شغل يبروفيت هذاك الشهر، نو لازم الخير صح. هو ما راح ندوالو معنا في الدنيا هذه، لازم نحطوا الناس باللي نقولوا لهم هذا شهر وجايز، هذه الدنيا ما كان والو، لازم الانسان يتهلا في جاره، يتهلا في واحد بعيد، يخمم في واحد راه مريض، يخمم، هذه هي يعني التراحم بين الناس. بالطبع. وهذه نديروها ميساج للعباد، كاينين اللي يلحقهم رمضان يهبلوا شويه. اكزاكتلي. كيف فنان واغتنم الفرصه تاع رمضان وغنى رمضان، انت رسالتك للفنانين يعني نشوفوا باللي فنانين على طول العام يغنيوا كاع الاغاني الاجتماعيه المتنوعه. في رمضان علاش الفنانين قلال اللي يغنيوا هذا الطابع هذا الرائع؟
والله غير دركي كل واحد وكيفاش، درك الفنانين حبابنا وانت راك تعرف الميدان في الفن، درك كل واحد كيفاش يخمم. انا هذه خممت قلت راه جينا رمضان وعندي البارولي نحيي صوفيا العيشي وتوزيع حسين بويفرو، هما اللي قلت لهم راه جينا رمضان لازم نديروا على رمضان، عندي على رسول الله ثاني، عندي على المدينه، عندي يعني هذو كي يلحقهم هذا الوقت نجوزوهم الجمهور. صح الله يبارك فيك، الله يبارك مليح مليحه في رمضان. والاغنيه تاعو اللي كان يتغنى بها خونا زاهي يعني تعبير على واش فيه رمضان، يعني تعاون الفقير، تعاون اليتيم، يعني صح يومياتنا عبر السبيل، هذا رساله، والفنان لازم يمد الرساله، يؤدي الاغنيه يؤديها جيدا ويلحق الرساله للناس هكذا. باش احنا كيما يقول لك هذا سيدنا رمضان معروفين، الناس الجزائريين معروفين باللي كيما يقول لك يديروا الخير، تلقاهم في الطريق دايرين طوابل في الطريق، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوفوهم هكا بالسنوات في الطريق هكذا يكونوا في ديبلاسمون، كل واحد واش يقدر يمد، يقدر يدير حاجه يديرها، يعطيك الصحه خير ربي سبحانه ماشي حتى الواحد. الحمد لله. مشاهدينا نروحوا نشوفوا هذا الفيديو اللي يتكلم على ليلة النص عند الجزائريين ونعاودوا نوليو. ليلة النص من شهر رمضان هي ليلة غير عادية في بيوت الكثير من العائلات الجزائرية، واللي تحضر فيها أنواع عديدة من الأطباق التقليدية والحلويات المتنوعة وسهرة الليلية. العائلات متعودين يزوروا بعضهم البعض ويقضيوا هذه الليلة بطريقة مميزة، خاصة أنهم يقوموا بتصويم الأطفال الصغار لأول مرة. نعرضوا لافامين تليمو كاع، نديروا رشتة، نديروا حاجة تقليدية، نديروا حنا ذراري صغار، نصوموا الدراري اللي عمرهم ما صاموا بور لا بروميير فوا، نعرضوا لا فامي تاع يماه خالاته وخواله وعماته مع عماته، يديروا لهم العشاء مليح تاع رمضان، ويزيدوا يعرضوا العشيه للجيران ويديروا العشاء مليح، يفطروا كل شيء، ومن بعد في السهره يزيدوا يديروا السهره الصامصه، يديروا طمينه، يديروا الحلوه، ويديروا ويجيبوا له عمومه مع خواله، يجيبوا له لي كادو، ونديروا سهره عائليه يعني ولاتاي وكامل زلابيايت، ونعرضوا لا فامي نجوجوزوا معنا هذيك السهره وكامل، فريمون تكون ليله سبيسيال، ويسهروا الدراري شو النبولات الترتيقات المحرقات، يلعبوا يديروا هذيك العشيه سهره يعني هايله حتى الفجر. صلاه التراويح، نروحوا صلاه التراويح، وعندنا اطباق. بلا ما ننساو أن هذه السهرة لا تخلو من أجواء روحانية، بحيث أن الكثيرين ما تفوتهمش فرصة الدعاء والإكثار من النوافل والصداقات. نشكر نورة مزاري على هذا التقرير. قل لي الشريطي، المعروف أنك من مدينة مسيلة الحضرة، قل لي كيف تحتفلوا بليلة النص؟ والله غير نشوف نقول لك يعني هي كل ولايه وتقاليد تاعها، بصح لي زالجيري عندهم كاع يعني يتشابهوا في العادات، يتشابهوا كاع الليالي تاعنا، اللي يقرا القران يقرا، اللي يروح مثلا جماعه هكذا باش يشوفوا اللي راه مريض، ولا جارك راه مريض، ولا واحد بعيد يسمعوا به راه مريض، كاين اللي يروح للسبيطارات، كاين اللي يبات يقرا في القران، كل واحد واش يدير. ومن حيث المائده والسهره كاين اللي يعرض لافامي، كاين كيما خاصه في رمضان صله الرحم يديروا فطور جماعي هكذا في الديار، لافامي يجيب اخته يجيب خوه يجيب نسيبه ويديروا فيها قعده، واللي كان مش يهضر مع خوه ولا مع صاحبه ولا مع جاره يتلاقاو، هذا هو اللي يعني هذه نورمالمون مش غير في رمضان على العام. صافي اليوم تفضلي حتى الختانه يديروها ثاني في رمضان اليوم. كاين بزاف اللي في النص تاع رمضان وليد 27. وقال لي صافي اليوم كانت الميده معمره والعائله، والله الحمد لله مع الاولاد مع لافامي، يخصو غير الوالدي الله يرحمهم ان شاء الله، اللي راهو عنده والدي حيين نقولوا يتهلا فيهم بزاف، باسكو ما كانش حاجه كيما الوالدين بالطبع. صحيح. كاين ثاني تقاليد واحده اخرى، كاين في الجنوب ثاني تقاليد، في الوسط تقاليد، في الغرب في الشرق، شحفلي لي تقاليدها كيفاش في ليله النص هي؟ والله راني كيفاش جاز فطورك اليوم؟ والله اليوم حنايا عندي مينوفو يعني يصوموا تقريبا، مام كانوا صغار يصوموا، من الصغر يتعلموا يصوموا يعني، وكان كيصوموا هكذا المره الاولى كنا نسقسوه واش يحب ياكل، واش لي كيما البنيت شو لها حجاب تروح تصلي تراويح، ولا وحنا جينيرالمون الولاد تاعنا في الدار
كيلحق لرمضان مسجد، مسجد حفظ القرآن وكامل كان يديروا مسابقات في الجوامع هكذايا، يطموا دراري اللي يحفظوا القرآن يعطوهم هدايا باش يشجعوهم على حفظ القرآن. وفي الـ في الـ في البيت يعني نديروا الحلويات، نشيلوا لهم حاجه اللي يحبوها، نديروا لهم الماكله اللي يحبوها، تسمى على حسب لي بريفيرونس تاع الدراري واش يحبوا ياكلوا، حنا نمشوا على حسابهم. وباقي الشربه هذيك وسليطه وشلاطه هاك على بالك لا سويت بوراك وشبح الصفرا وكذا لازم يكونوا. احنا ثاني كانوا يديرونا والدينا كي كنا صغار، احنا ثاني هكذا لازم احنا نربوا والدينا بطريقه تاع جدودنا، نديرو احنا كاين يدير لهم الحنه، كاين يشري لهم حاجه جديده، القميص باغيزوم الوليد البنيته شو لها حجاب هكا باش تصلي به، توالف تتعلم تمشي معاه باش نحبوا لهم يعني هاد التقاليد، نحبوا لهم رمضان طريقه لينه يتعودوا عليه. اكزاكتومون. تعطيكم الصحه مشاهدينا، الان راح نروحوا لفقره متى عقلك. تفضلي امل. ايمان، وحنا نهضروا على هاد العادات والتقاليد كما كنا نحكي، وكل بيت تختلف العاده نتاعو وكل منطقه تختلف العاده، فما بالك كل دوله اكيد تختلف العادات في رمضان. انا جبت لكم اليوم عاده السودان الشقيقه، روحوا نشوفوا مع بعض الفيديو فقط. هما عندهم عاده تميزهم بزاف. نعم كما رانا نشوفوا امان. فعلا هاد العاده واسمها عاده فرشه رمضان. واش معناتها فرشه رمضان؟ هما كامل كما رانا نشوفوا العوايل يديروا افطار عائله، كل عائله تطيب الفطور تاعها، بصح يخرجوا هاد الحصر، احنا نسميهم عندنا الحصر، يخرجوهم برا وكل جار يخرج الفطور نتاعو ويفطروا كامل مع بعضهم. هذه عائله وعائله واحده اخرى كما نشوفوا العائله الاخرى ثاني طيب. دوك تشوفي الاولاد فيهم هذيك الميزه نتاع كما كنت نقول لكم قبل في الاعداد السابقه، انا خدمتي كنت ندي الماء عند للصالون. شوفي هما دوك كيفاش يديو الاولاد هذوك البرة الافطار، حتى الرجال يتعاونوا حتى الجيران. وهذه في الايام العاديه تاع رمضان ولا ليله 27 ولا النصفيه؟ هي في الايام العاديه في رمضان كاينه، بصح ليله النصفيه وليله 27 يركزوا عليها اكثر. شوفي حتى الرجال هنا رانا نشوفوا كيفاش راهم يتعاونوا، الجيران كيفاش يخرجوا مع بعضهم هاد الاطباق نتاعهم، كل عائله واش تطيب، كل عائله واش عندها فطور تخرج لبرا. شوفي لك حقيقه التقاليد تلم فوالا هذيك الحلاوه نتاع هاد العاده في اللمه اللي برا. وكي شوفي سكان الحي هذا الحومه راح يداروا كامل ويفطروا مع بعضهم برا مليح يعني. هذه خاصه بالنسبه للرجال، اما نسافة كل اكيد كل عائله يفطروا وحدهم و... نعم انا بزاف عجبتني هذه العاده المميزه في السودان اللي ليله 27 والنصفيه تاع رمضان، يعني من الجيران هكا يكونوا يقربوا لبعضهم، تزيد التلاحم هذيك تاع اللمه الموده هذيك اللي بيناتهم تزيد. بالطبع شوفي ما شاء الله عادة احنا عندنا نخرجوا نفطروا الصائم، اسمحي لي نفطروا الصائم برا اللي عابر سبيل ولا، بصح هما شوفي كيفاش يتعاونوا ويفطروا مع بعضهم في كما يقولوا هما فرشه رمضان في الفراش اللي يديروه برا. تفضلي امل الشخصيه نتاعنا لنهار اليوم اللي هي شخصيه تاريخيه جزائريه، ركزوا معايا مليح. فقط نذكر الضيف انه هاد الشخصيه هذه ولا هاد الاسئله راح تكون للمشاهد اللي راح يعني يتبع فينا، اللي راه يتبع فينا خليوها للمشاهد. اوكي هاد الشخصيه هي شخصيه جزائريه تعلمت القرايه والكتابه في عمر 5 سنين، حفظ القران في عمره 14 سنه، هو فارس من فرسان الجزائر، 18 سنه ذهب باه معاه للحج في معركة من المعارك اللي بكري القديمة في الزمان هذاك، مقاومة شعبية. لا سمحي لي خلي المشاهد يركزوا بعد قولي لي المؤشرات. دونك المقاومة هذه ماشي مقاومة، زالت المقاومة، كانت في 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 معركة من المعارك، القبيلة نتاعو ولا نقولوا الدشرة نتاعو عيناتو كقائد عسكري، لأنه كان شاب وكان فارس وكان قوي بزاف هذيك في هذيك الفترة. يقولوا بعض الباحثين يقولوا أنه اسمه أنه نسبه عنده ارتباط بسلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.
اذا كما بالكم ولا ما بال والو؟ انا عندي شخصيه في راسي. خليها نقول لك من بعد قولي لي. هذاك اللي كنت نخمم عليه. نعطيكم مؤشر واحد اخر اللي هو مؤسس دوله جزائريه. ما حبيتش نقول واحد الكلمه اللي قلتيها انت يا درك باش يزيدوا يخمموا شويه اكثر. كان ينتمي الى المقاومات الشعبيه. هي حبت تعطينا حبت الكادو بسهولة ولا حبت الكادو. إذا قلنا ولا راهي تبعث المعاني فيك شي واحد ولا وحدة. لا 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 هي من قبل كانت تقول لي على الكادو يسمى حبت الديه. هو قائد عظيم عندنا في الجزائر وقاد معارك كبيرة ضد فرنسا. نزيد المؤشر الأخير ولا ما نزيدش؟ سيدي 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 عاونيهم شويه. لا لا نعاونهم سهلت لهم بزاف. وليد منطقه ولا ولايه معسكر؟ معسكر. تفكروا حاجه هنايا يوسف عرفت الواز عرفت هنا عرفت ساهل هنا في هذه المنطقه راح كامل يعرفوه ان شاء الله. جاوبونا بالاجابه الصحيحه. اذا ما عرفوش لا لا بالي باللي يعرفوا يديروا ذكرى. وكل عام انا شاركت في 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 ذكرى من ذكريات غنيت فيها. أو زادكم مؤشر واحد آخر؟ زاد له مؤشر صغير. الرحل الرئيس هواري بومدين حمل الرفاد. هايلة. إذا مشاهدينا الكرام بهذه المؤشرات وهذه المعلومات إن شاء الله تكونوا هذه الشخصية راهي واضحة بالنسبة لكم. ما عليكم غير تبعثوا لنا الإجابة والمفائز معنا في أول تعليق راح ياخذ الهدية تاعو كما راهو شوف في اسم الفائز تاع العدد السابق. والهدية مقدمة من طرف شركة حلويات المشاهير لإنتاج الحلويات العصرية. إذا إن شاء الله نكونوا استمتعنا لنهار اليوم بهذه المتعة إن شاء الله يا ربي. شكرا لك أمل. الله يسلمك تعيشة. أنا نطلب منكم تغنيونا شي حاجة أنجيو عاصمي وحضني إكسكلوزيفيتي لينا اليوم. واش تقدموا لنا؟ نقول لك أنا شوفي ليلي ليلي سلطان حييها بزاف. ماشي شغل زايدة في العاصمة تغني غير العاصمة. دير سطايفي دير راي دير شاوي. خلاص نسمعوا من عندكم حويجة. كل طوبة جزائرية. كاين فنان درك ما يرتبطش غير باللحومة تاعو ولا في المدينة. أيه لازم بالطبع. يكون جزائري يغني. لازم نذوقوا من كل الأطباق الجزائرية. تفضلوا خاطش ملكنا كامل. اكزاكتومون. نديروا من التراث الجزائري والناس قاعدة تعرفها تاع صبر رشراش. مرحومة زليخة الله يرحمها. الله يرحمها يمسي عليها. تبداي ولا نبدا؟ هيا بدا. صبر رشراش من بعد سحابة وصبر رشراش من بعد سحابة من بعد سحابة خويا ما جاش راهو في عنبة خويا ما جاش راهو في عنبة وهي ولالي لالي يما لالي ولالي لالي يما لالي ولالي لالي يما لالي ولالي لالي يما لالي ولالي لالي يما لال ولالي لالي يما لال ولالي لالي يما لال ولالي لالي يما لال يحمل الواد وحمل العشية خويا ما جاش والقعدة هذه ربي يحفظنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. على فكرة باش يكون في علم المتفرجين الكرام الطبقة الصوتية أنا وياه ماناش في نفس الطبقة على بها ما قدرتش ولا غير جهد بصح. ما نعرفوش المجال محسين. ماشي يعرفون. نديروا فيها نديروا إن شاء الله الجمهور الجزائري إن شاء الله ودي على جاي الصيف بعد رمضان إن شاء الله وتكون الأفراح قوية إن شاء الله. إن شاء الله. وربي كما يقول لك يهني بلادنا باش نقدروا كما يقول لك إن شاء الله هذا واش نطلبوا. ونديروا فيها هدية ونتمنى وعلاه وراه. علاش لا؟ من وسط الدار. نبدا من وسط الدار ان شاء الله. قولي لي ليلي ليله النص كما نعرفوا ليله روحانيه وتفضلي تقضيها في الدار ولا مع ولا في تسهري في خارج البيت؟ نقول لك حاجه هذا العام والله كانت صعيبه عليا باسكو توفات الوالده تاعي قبل رمضان وربي يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع الموتى تاعنا المسلمين. وكانت لي صعوبه كبيره باش يعني عباك برومي جور تاع رمضان صعيب بلا اون بيرسون عزيزه عليك وحياتك كاع معاها
في رمشة عين ما تكونش قدامك وبخومي جوغ تاع رمضان ونا سوفيغ ام تي بو والعائلة. مي الحمد لله هذه حاجة ربي كما يقول الإنسان. وكما يقول لك انا جينيرالمون في سهرات رمضان عندنا دي فوا حفلات عائليه نمشيو لها نقضيوها مع العائلات الجزائريه، ودي فوا تيكون عندنا هكا في نصفيه يعيطوا لنا جمعيات يعيطوا لنا دي جون يعني متكفلين باليتامى والمعوزين وكامل نخدموا لهم حفلات ونشاركوهم الفرحه ديالهم. قولي لي ليلى، وشنو الحاجه اللي راكي تفتقديها بعد ما فقدتي الام ديالك الله يرحمها ويوسع عليها؟ والله نقول لك حاجه، وخاصه اول رمضان ونهار الاول. والله افتقد كل شيء، يعني نكذب عليك بزاف امور. ربي يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها ويوسع عليها. ما كانش حاجه، ما كانش حاجه عزيزه للانسان في الدنيا هذه كما الوالدين. نقول له ان شاء الله في هذه الليله المباركه ان شاء الله اللي عنده والديه يتهلا فيهم الماكسيموم، باسكو علاه والدين ربي سبحانه موصينا على الوالدين. انسان يتهلا، انا كاين دي فوا نروح لدار العجزه هكذا ويحكي له الناس اللي راهم يترماو تما، والله غير يعني نبقى نتوحد وحدي نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه هذا اللي ما يعرفش قيمه اللي مات. لازم تعرف قيمه يماك وباباك والناس هذو اللي كبروك وقلبوك راجل وقراوك وتعبوا عليك. الناس بعد ما يخسروا باش يعرفوا باش يحسوا. على جال حاجه دنيا ديت هكذا فرق والديه نو. انا مالقري الوالدين هذو كما يقول لك قلبوك راجل وقراوك ومتعوك وقلبوك تعيش حياتك بيان، لازم تطيحهم هذا مكان مالقري يكونوا بعد عليك. طيع والديك وطيع مرتك وطيع ولادك وطيع كل حاجه في بلاصه. قل لي شريطي انت ثاني فقدت والديك الله يرحمه؟ انا فقدت انا بابا خلاني 17 سنه الله يرحمه، خلاني صغير والحمد لله كما يقول لك عندي خاوتي والحمد لله الحمد لله. وديما تحب تغني على الامي ماكش ما تعطينا الان؟ تفضل اعطينا. درت غنيه في الطابع الشعبي من بعد نديروا لها كليب ان شاء الله ونجوزوها للمسلمين. تفضل اعطينا شي حاجه على الامي. بعد عندي غنيه قديمه ثاني يحبوها ثاني، يا امي انتي الغاليه يا عين من عيني، يا امي انتي الغاليه يا عين من عيني، مشتاق لك مشتاق، مشتاق لك مشتاق، طال صبري طال عييت مترحل، طال صبري طال عييت مترحل، نادم على ذا الحال دمع صغيره وحراق الاشواك، وحراق الاشواك. الله يعطيك الصحة. وحنا بدورنا نهديوها لكل الامهات. فعلا نهديها لميمتي ثاني اللي تشوف فيها دركا اللي راني مانيش معاها في رمضان، دونك بحكم العمل الله غالب انا نهدي لك هذه الاغنيه وان شاء الله. نقول لي الله يبارك راهي خلاتها مرا، نقول لها هذه يعني حاجه تاع ربي. انسان صح يتفكر والديه يبكي عليهم ويصدق عليهم، خاصه في الليله كيما هذه لازم تقراي لها القران، لازم تصدقي عليها، لازم هكذا باش تلحقها تروحي تجيبي لها عمره، ديري لها اي حاجه اللي مادام والديك عزاز عليك دير لهم الحاجه اللي عزيزه عليهم وتقولي الحمد لله اللي كنتي. الانسان الحمد لله انا في باسكو كاين اللي خلاهم الضراري صغار ما يعرفوش كاع والديهم على بالي، والحمد لله كبروا. الفرق صعيب وشنو هو، الحمد لله انا حاجه ماني ندم انا حتى حاجه، وكنت مع يما حتى الدقيقه الاخرى ومازالني درك ندعي لها في صلاتي وندعي لها والحمد لله. مازال عندي بابا راه مريض شويه، نقول له ربي يجيب الشفاء ان شاء الله وربي يطول في عمره ان شاء الله ويخليه لنا كما يقول لك عرسه الدار هذه هي. يعطيك الصحه ليلي ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الان نتوقفوا عند فاصل اشاري، ما تنساوش عاودوا وليوا معنا بعد في هذه السهره الزينه. مرحبا بكم من جديد واللي التحقوا بنا اللحظه، نرحبوا بهم ونذكروا بموضوع اليوم اللي هو كيف يحتفلوا الجزائريين بليله النص. عواوش الان راح نجيو للفقره ديالك واللي هي فقره حديث ومعنى. تفضلي عواوش. يزيد فضلك امام، وراني نسمع انا نقول لك للوالدين ربي يعلم خلاو النسب والمروه، للحيين نطلب الله يحفظهم ان شاء الله، وللميتين نطلب الله يرحمهم ان شاء الله.
يا اللي عندك يماك انا ما عنديش، يا اللي عندك باباك انا ما عنديش. تهلا في باباك، تهلا في يماك، الوالدين مفتاح الجنه، من طاعهم من صهد النار تهنى. لك الصحه. نقول لكم بعد يما وبابا الناس الكل كدابه. هيا دوكا نتفضلوا شويه بوقالات. هيا مثلت روحي للحمام اللي مبني على حرارة نارو، الفوق ما يظهر دخان وفي قلبي تتجمر حجارو. عاطف هادي عليك. عاطف رئيس تحرير، رئيس تحرير يضرى مسكين، شكون يكواه؟ دايز على باب الدار سكراني تراما مسكين، قال لي يا خليلتي أعطيني قطرة ما، أعطيت له كاس ووردة وسيسانة، رد لي الطبق فيه خوخة ورمانة. عليه من هادي عواوش؟ هادي على كريمة. كريمة أشطوطح. أشطوطح. إيه نحيوها كريمة من قسم الأخبار كذلك. نعم. كان زهو في جناني والحسد عند جيراني، ايه وانا فرحانه بزماني ونومي نومان، وذوق يا عباد الله شوفوا الحالي كيفاش راني، من وقت اللي ربي بلاني بعشق داك الشباب البراني. الله الله يا بدر. اسيا شلبي صحفيه في قسم الاخبار. هذه صحفيه يعني انا نهديها لم يعلوش. انا شوفوا لي ولاكم حاطين لنا الزاهي وليلي هنايا. شي 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 نورمالمون كاينين. كاين كاين. وانا نبني ننويها على بنتي سلطانه صغيره. خلاص على بنتك. اوكي جيز على بالنا ينقي الورنجة، عمل بروحه وحتر وقعد على الدرجه، قلت له يا شباب اش تكون انت؟ قال انا محمد بن العلجه، الوجه دار تسقى القمر والفم بالفلجة. الله 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 الله. وسام بن حمود كذلك من قسم الأخبار. هذه ليك ليلي. بالك تقول غريب، أنا بناسي بالثلج عملت مطرح وبالجليد غطيت راسي، بالقمر عملت من الصباح وبالنجوم ونست روحي، عامين وأنا ندلوح ما صبت حيلة لراسي. لا من نويتي علما يا درا طوف سكري هادي. هيا خلاص وحنا نحترموا الخصوصيات. هذا واش عندنا الفال اليوم؟ صحتك يعطيك الصحة. الله يبارك يسلمك ويبارك فيك. انت مداري تشاركي، المعروف عندك تشاركي في الأعمال الخيرية في رمضان. يا شيخ يعيطوا لك ولا انت تروحي منك لروحك؟ والله أنا عندي أني نعرف هكا احباباتي وكامل كاين اللي يورغانيزيو هكا هاد الحفلات مع الجمعيات، يجيبوا دراري صغار ما عندهمش يطموا لهم، يشوا لهم الحوايج يلبسوهم يدوهم يختنوهم ويجيبوهم يديروا لهم الحفله، ونشارك في الحفله. انا ماذا بيا نشارك في اي حفله يعيطوا لي معوزين ولا دراري صغار يتامى ولا ولا نروحوا عند دي زونديكابي ولا ديار العجازه ولا ماذا بيا. سي توجور ان فرحتهم ما تسواش بيان سير. فرحه تدخلي على يتيم هكا وتعطي له لبسه جديده ودخليه في دين الاسلام او يطهر يدخل في دين الاسلام، راكي ربحتي ثواب كبير. فرح اليتيم ثواب كبير عند سيدي ربي سبحانه. قال لك كاف اليتيم هو والرسول عليه الصلاه والسلام في مقام واحد. نعم نعم. تفضلي انت الزاهي، سبق لك وشاركت في اعمال خيريه كيما بزاف بزاف بزاف. انا ما نبخل حتى على ود، انا كاين بزاف ما كانش اللي ما عيطتليش وما فرحتهاش في عرسها، وما كانش كيما يقول لك يتيم وما فرحناهاش. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. ونحيي من الباب هذا عائله، كاين فنانين عائله الخير، وين كاين مريض وين كاين الناس محتاجين وين هكا رانا ثم الحمد لله. هذا هو الفنان لازم. وشهر رمضان ما نكذبش عليك انا في يعني شهر وليت نفرق روحي شغل، خاصه شهر رمضان الفنان على العام هو خدام،
نفرق روحي للعباده خاصه كيما الخير كيما كان ما تعودش حفله فيها خير هكذا ما نروحش نغني. بالطبع هو شهر العباده فوالا يعني باسكو علاه شهر عباده ويفوت هذا شهر ماشي عام والله على عام وحنايا نخدموا ونفرحوا الناس. يفوت شهر ونزيدوا يا كان توحشوه تمتم صحيتي ان شاء الله ماشي غير شهر اللي يحب يدير الخير ماشي غير في شهر رمضان العام كامل يديري فيه الخير كي يلحق رمضان كامل الناس يقولوا هذه سي لوكازيون ولا الفرصه باش نحبس الدخان باش نحب نقص شويه ماكله باش نشيان صراحة وشنو هالحاجة اللي تحس بلي ماشي مليحة وتحب تحبسها في رمضان؟ والله غير انا الدخان ما تكيفش الشمة خاطيتني الله يبارك إيه كاينة حاجة تقول كي يلحق رمضان نقص شوية زعاف شوفي نو والله والو رمضان شوفي رمضان بلبي انا نحب رمضان باسكو علاه رمضان فيه واحد الحلاوة هكا شغل ما تصيبهاش في الايامات الاخرين لا لا هو نحبوه رمضان بصح شنو هالحاجة اللي تقول نقصها؟ السمانه انا شوفي حتى ونكون كي نسمان بزاف عندي شهر ليامات الاخرين نروح فيهم للسعوديه نشير روحي ثم ونجي. هاي بيت ربي نروح لبيت ربي ثم نعبد ربي كما قال لك وثم سخانه بزاف ما زمزم هذا كي تشربوا ديجا كتسيان. خلاص عندي زوج خضرات وانا نروح الحمد لله لاطاي تاعي هي الناس قالوا لي يعطينا الحاجه اللي راك ديرها قلت لهم ها هو الشيء اللي راني نديره تبعوا الطريقه هذه تنجحوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ليلي وانت يا واش تحبي تنقصي في رمضان القهوه نقول لك حاجه والله الماكله انا في جينيرالمون في رمضان ما عنديش ماكله وما ناكلش بين الفطور والسحور يعني ما ناخذش حاجه واحده اخرى عندي نحب لو كافي هنايا هذيك الحاجه اللي فريمون مي حاش الماكله ولا باش نشين روحي ولا ندير لي جيان دو في تاعي ديرون توت لاني دو بريفيرونس باسكو رمضان يخلص تعاودي تولي لعادتك القديمه الوغ كيما يقول لك صوموا تصحوا وكيما يقول لك نديروا لي جيان دو في ناكلوا حاجه اللي ما ضرناش وحاجه في وقتها وما نتقلوش رواحتينا باش نكونوا خفاف في النهار وني سي ديفيتي لي زيكسيتون هادوما اللي يقلقوا الانسان في النهار هذا ما كان صح يشربوا الماء بزاف ناكلوا الفاكهه هذيك هي الحاجه المليحه اللي في رمضان هيا خلاص نتبعوا هذا الغيش يعني هيا خلاص الان راح نتوقفوا مع هذا الفيتيغ اللي دايم كل عدد نديروه نخصوه باش نبرزوا يعني تقاليد والعادات الجزائريين في مختلف المدن وولايات الوطن الان ولا اليوم في هذه السهره راح نروحوا الى جوهره الشرق عنابه ونشوفوا اسرار تحضير الجاري والبريك نتابع يلي ساكنة في عنابة ابعث لك والله الجوابة يلي ساكنة في عنابة عروس مائدة إفطار العنابيين البوراك أو البريك كما يسميه آخرون في وسط وغرب البلاد طبق شعبي يضرب في جذور تاريخ بونا العميق على مدار قرون خلد إلى درجة أن الشباب العنابي جعل من هذا الطبق مهنة يمتهنها طيلة الشهر الفضيل مقابل إقبال كبير للصائمين. تفضل. ها ها كاين ناس كما نقولوا يخدموا بدا ما يوجدوش وحاجة ما وصلوش يديوها يحبوها طايبة يحبوها هذاك نخدموا ما شاء الله يعني. إيه. يعني نخدموا كومبليتين نخدموا بدا سبيسيال حاجة حاجة زايدة حاجة ناقصة ناس مرات حاجة نقصوا حاجة يزيدوا حاجة ونخدموا ما شاء الله. الحرارة الكبيرة للمطر خلال الشهر الفضيل قاد العائلات العنابية إلى الاستنجاد بطاولات تحضير البوراك على مستوى السوق المغطاة بالرغم من ارتفاع أسعار بعض القطع المحبدة والتي يصل سعرها 1000 دينار جزائري فما السر الذي يخفيه البوراك العنابية؟ لي فام يحبوها شغل جاهزة وطيبة وما يحبوش يتعبوا في الديار سيرتو سخانة الصيف سيرتو سخانة وضغط تاع رمضان هي إذن حكاية أكلة شعبية تسحر قلوب كل من حصل له شرف تذوقها فكيف الحال لممتهني البوراك العنابي الذين يتركون كل شيء من أجل أجواء رمضانية مميزة بأزقة السوق المغطاة
نشكر المراسل ديالنا زميل فارس مصباح من عنابة. كما شفنا في التقرير كان ما كانش فيه الجاري، كان فيه البريك، ولكن نعرفوا كامل بلي عنابة ياخذوا ياكلوا الجاري مع البريك هكا. شريطة يقول لي انت يا في مسيلة وش وش وشنو هالشربة ديالكم ولا؟ شربة فريك. فريك. شربة فريك. عندكم وحدة ما كانش. ايه شربة فريك هذه ولا يديروا معها الجواز حاجة. الحميس. ايه الحميس ثاني. الحميس. ياكلوا الحار على بالك صحاب الشرق كاين بزاف اللي ولاية اللي ياكلوا الحار. لازم الفريك يكون شباب ويديروا معاه شوية جواز ومن ذاك يتوحشوا الشخشوخة يديروها بلاصة شخشوخة. رمضان. ايه. داكا. اللي يسخف عليها يديروها. اللي يسخف عليها يديروها. مليح. باسكو الشخشوخة ياكلوها على العام. ايه ومن ذاك يتفكروا يقول لك لازم اليوم نديروا الشربة مع البلاصة. عندكم انتم في المسيلة، عندكم في المسيلة الفريك وعندكم الروينة. الروينة. من أجود الروينة هاي كاينة في المسيلة. كان عندي واحد صاحبي نخدم معاه. يخدم معنا حكم لونتان تاع مسيله والله غير تعرف كل موسم نروح ليه يخلي لي حقي تاع الفريك وحقي تاع الروينه هذيك كانت في مالايا هذه ما قلتليش عليها يوسف هذه من الاسرار تعطيني شويه كيف دار رمضان انا يوسف الروينه تاع القمح القمح كاين مناطق اللي يسميوها الروينه كاين هذيك الحبوب اللي مرحيه يسميوها الروينه هي الفارينه تاع القمح القمح ويحيوها محمص ويحيوها واش درتي الطمينه ديالنا الفطور تاع الجزائر نقرعدوا شويه الفطور اليوم درنا شريبه درنا حميس درنا سالاد فاغيي ودرنا الدولمه وحنا في جينيرمون انا نقول لهم ما لازمش تكثروا ديروا قسمه تاكلوا باش ما ترميوش لو لوندوما باسكو ديري بريسك يصوم عندنا طفل صغير يقرا في البريمير اللي ما يصومش الباقي كاع يصوموا الوغ دو بريفيرونس نديروا قيس قيس هكذا ما يقعدش يترمى لو لوندوما ولا مي حاجه عاديه دي فوا نديرو البويون دي فوا نديرو الفريك دي فوا نديرو تشيش المرمز دي فوا نديرو الفريك وهذه كل نهار ونهار نبدلو فيرميسال اوسي صح كل نهار ونهار انا نسقسيك نعم قولي لي وشنو هو الطويجن اللي ما تنجحيش فيه اوف جو سي با ولا اللي طولتي باش وليتي تنجحي فيه والله شوفي انا شو لو غات جو لو كامل شوفي دي فوا اون غات دي تروك هكا اون لابيتود نديروهم حاجه يعني تقريبا نديروهم نطيبوهم ديما بصح يجي نهار وين تكوني سي با صافي في راسك تراطي شنو هو كانت عندي حاجه وشنو هو الكباب ماما كاين صافي انا نقول لك قولي قولي لي انا ولا غير عندي مشكل كان عندي مشكل مع المسكوتشو في حياتي باش طلعت ما ولات تطلع نو ماشي في حياتي واحد بالك انت تحلي الكوشه وديري البوس اي نقعد نطلع عليها طابت ما طابت تحلي الكوشه هذاك هو هذاك هذيك لاستيس شريط يقول لي باش تتسحر انا نتسحر دي فوا واش نديرو في الفطور نخلي السحور ولا نديرو الطعام ولا طعام قولي تعاون في الكوزينه ولا ما تعاونش انا عندي ديبلوم في الطبخ انا شغل نعاون ولا نقول لمراها واش ديرها واش دير ونحب باسكو علاه الله يبارك ما على باليش ملي تعطيه ما قلتليش عليها بصح ما تخلينيش الشغل هي تحب هي نوجه لها تحيه منا ثاني لا تحيه تحيه ما كانش ديما عنده الزوجه تاعو في الدار تسمى ما دار والو في حياته لازم الانسان يكون ما نحبش لي دور في الكوزينه معايا ما نحبش لي يمس لي الماء نتاعي ما نحبش لي يمس لي العشيه العشيه توجد كلش الطياب حتى ماشي في رمضان ديما الماكله في الدار يعني حاجه تقول لي اليوم واش تحب تاكل دير لي اي تشوف في كيف راح إيه نحييها ونحيي بنتي سلطانه واكرم وليدي ربي يخليهم لك هذو ولادي اللي راهم عايشين معايا يعطيك الصحه شكرا مشاهدينا الان جينا لاخر فقره عندنا اليوم وهي فقره حرفه وتحفه مالناش راح نروحوا بعيد هذا المره ايمان كما قلنا في بدايه الحصه انه المراه عموما والمراه الجزائريه تحب اللباس التقليدي كما الله يبارك الله الله عليكم الله راكم كاع منورين غير انا نشوف روحي غير انا راني نشاز في هذا المجلس عندي بالسابقه او يبعد العين خموس عليك خموس دونك المراه الجزائريه تزيد تتزين بلي زاكسيسوار ولي زاكسيسوار تاعها
سواء اللي تحطهم فوق راسها كيما التاج كيما مش عارف كيفاش تسموه واش تسميو المقياس كاين خيط الروح كاين خيط الملاك ايوا والخلخال واللي غنى على الخلخال واللي غنى على الخاتم شكون هي مولاته واللي دونك دونك حنا نشوفوا هذه المره ماشي حرفي ولكن حرفيه اللي قليل ونشوفوا هذا الامر هذايا نشوفوا معها واش تقدم لنا نروحوا نتابعوا الفيديو. تعد الحلي والمجوهرات من التراث الجزائري الأصيل ومصدر رزق لكثير من ممتهنات هذه الحرفة الجميلة. ترعرعت وكبرت في عائلة اللي كانوا يخدموا الجوهر لونفيلاج ويحبوا متمسكين بالعادات والتقاليد. دونك بعد في البداية أنا في 2012 كي دخلت في هذا الميدان بديت ندير المجوهرات اللي خدموها العائلة تاعي بالجوهر اللي يستعملوها في اللباس التقليدي سواء المستغرمي ولا مدن واحد اخرين ثاني يلبسوا اللباس يلبسوا الجوهر بزاف كما مدينة تلمسان ولا قسنطينة. لا تزال هذه المجوهرات العريقة تصنع ببراعة ودقة من طرف الحرفيات الماهرات اللواتي تطلقن العنان لإبداعهن وتعلمن بنجاح على نقوش وأشكال جديدة. هذا المجال عجبني بزاف وهو الشيء اللي جعلني نبدع شوية فيه ومن دخل لمسات تقليدية في المجوهرات التقليدية لمسات عصرية في المجوهرات التقليدية. نزيد دي فوا دي بتي توش ولا نزيد دي كولابوراسيون افيك دوطرو ارتيز. وين العروسة مثلا تحب تلبس مجوهرات شاوية مجوهرات غربية مجوهرات ترقية دونك الطلبات مام هنا في مدينة الجزائر العاصمة طلبات كاينة خاصة اللي بيجو بيرسوناليزي مثلا وين تحب يكون الاسم تاعها ولا تحب يكون فيه لمسة وين تكون هي اللي حبتها في المجوهرات دونك يفو تاتخ فريمون على ليكوت نسمعوا الزبونة واش راهي حابة واش هي اللمسة اللي راهي حبتها في المجوهرات. والمجوهرات اون جينيرال يكون عندها روح يكون عندها حاجه على حساب المراه اللي غادي تلبسها دونك هذه المراه تكون حابه ان بيجو اللي وين يكون يشبه لها على حساب شخصيتها ولا على حساب لو ستايل تاعها دونك نحاول ندير ان بيجو كي كوريسبون جوستمون على دوموند. مجموعة من التصاميم تقليدية وأخرى عصرية صنعتها هذه الحرفية ولاقت إعجاباً كبير من طرف زبائن وهي مرصعة بالأحجار الكريمة. الشيء الملاحظ إيمان أنه هذه الحرفة مقتصرة في أذهان الناس غير عند الرجال. شفنا بأنه المرأة الجزائرية كيفاش تتقن هذا الأمر لأنه صعيب تركيز و حقيقة صح ولي شباب يعني عندنا كل شيء صح تستعمليهم هادو الحلي هادو هادو تراديسيونيل حاجة باينة حاجة توسكي تراديسيونيل يبو حاجة تقليدية داخلة في التورة تاعنا يوسف ما تنساش المرأة تحب التركيز بزاف فاسي بور سا بالك خيرت يمكن شريتي من بعد نعطيك لادغيس على سقسيتني في لي كوليس معليش خلاص باش تشري الزوجة نشرو لي اكسوال على الدراري نو ملاح هذاك تاع الفضة والمرجان روعة خلاص تخدم حوايج هكا تحطهم في الدار نعم مليح باش نحتفظ كما يقول لك نحافظوا على التقاليد تاع البلاد التقاليد وطرات قولي شريطي كلمه اخيره واش عندك راهو جاي جديد والله غير راهو عندنا غير جديد انا عندي غني على البلاد عندي على الجزائر الحبيبه عندي على الوالدين عندي على المهمه عندي على رمضان عندي رسول الله عندي يعني بروغرام مشارجي وجدته للصيف المستمعين تاعنا برك نقول لهم يدخلوا اليوتيوب ديروا زايش رايدي 2018 يخرج لهم كاع ان شاء الله هذا ما كان باسكو سيدي درك راهو ولا ناقص باش نسربيو الدنيا
وان شاء الله نتمنوا الخير لهذه البلاد ويعطيكم الصحه انتم ثاني على هذا الانفيتاسيون على اللي جيتنا. ديديكاس لوليداتي ربي يحفظهم لي ان شاء الله، الزوجه تاعي، نسيبتي، خياتها، لافامي في البلاد، كي نتوحش نروح ناكل حاجه تقليديه ثاني في البلاد ما تنسايش. خياتي غيشوفوني خياتي غيشوفوني يفرحوا. نروح البسكره ثاني عندي احبابي، نروح وين نروح عندنا احبابنا عندنا اصحابنا يوجدوا لك حاجه تاع البلاد، يعني كثر خيرك يا ربي سبحانه. نقول لهم ازاي كاع نحبكم ونموت عليكم ورانا هنا ونديروا الخير ان شاء الله حتى اليوم اخر في حياتنا ان شاء الله. ان شاء الله. ما راحش نشوفك في الراي، اسمحي لي ليلي نسقسيك. عندي اغاني في بعد ليلي، عندي اغاني شابين، مش الراي هذاك الهول هذاك، يعني الراي اللي ملتزم الشباب هذاك. وخاصة انه يقولوا انه الاغنية الريوية هي اللي تمشي اكثر ويدخل بها اكثر دراهم. لا لا والله والو، درك ماشي شغل هذاك، هو الفنان الكلمه الحلوه اللي مدها للجمهور هو اللي يقدر يعيش بها. قل لي شكون اللي تشوفوا المنافس في الطابع ديالك؟ ما كانش الزاهدي الصطايفي، ندير النايلي، ندير شاوي، عندي بزاف اللي غنوا صطايفي اللي غنوا، قلت له كل واحد وطريقه كل واحد وشعبه. درك رانا قاعدين هنا، ليلي عندها الببليك تاعي، انا عندي جمهور تاعي، انت عندك جمهور تاعك، خويا عنده كل واحد وجمهوره. انا كيسمعوني 10 عباد ونعطي لهم حاجه شابه بزاف فيها بركه، فيها بركه وكما يقول لك البركه في القليل. اكزاكتومون. ليلي كلمه اخيره، واش عندك جديد؟ واش راكي توجدي؟ قبل ما نحكي على واش راني نجي نشكركم على هذه القعده الشابه. شكرا لك خوتي وخواتاتي اللي كان لي شرف كبير اني قعدت معاكم، وشرف لينا ولا غير شرف لينا اللي جيتينا. بقالات وخويا جاب لنا الحلفه وختنا عواوش على بالي عواوش الاسم اسم زمان هذا اسم تاع ماني الله يرحمه ويسامحه. وكما يقول لك جديد لازم يكون جديد، الفنان لازم يكون اجور مع البيبليك تاعو، لازم يحضر حاجه على الراس. احنا بيسك نخدموا العراس، اوني سبيسياليزي في العراس، نخدموا حاجه على الراسي. وعندي دي بروجي مع افيك باك لو ديسي دو ما مير، جيتي اوبليجي داريتي ان بو، الله غالب كما يقول لك. مي نوعد الجمهور تاعي اللي يحبوا لي لي سلطان، نقول لهم ان شاء الله انتظروني عما قريب، سيكون الجديد وكيكونوا دي غوبريز ويكون جديد ان شاء الله. وكما يقول لك نتمنى رمضان كريم الى كل الشعب الجزائري والى الامه العربيه المسلمه، ونقول حافظوا على بلادكم وحافظوا على نيفكم، احنا جزائريين عندنا النيف ما نسمحوش في بلادنا، وتهلاوا في الوالدين وحاولوا تزوروا المريض وما تنساوش الفقير واللي محتاج توقفوا معاه. يعطيك الصحة. هذا ما كان. أمل. أنا دائما قبل ما نقول لهم صحة سحوركم، قبل ما نروح نذكرهم فقط في الإجابات نتاع شخصية تاع نهار اليوم. لازم غدوة 12 تاع النهار نحبس ونبدا نخير في الإجابات، وما ننساش نشكر محلات كازانوفيا على الألبسة اللي راني نلبس فيها في هذه السهرات. وهذا ما كان صحة سحوركم. شكرا لك يوسف، راك لابس نورمال انت اليوم عواوش. انا دائما نشكر الخياطه ديالي اللي تخير لي الملابس تاعي، مدام طيباي العلجة. يعطيك الصحة عواوش. مشاهدينا انا كذلك نشكر محلات الغنى للاكسسوارات، وهنا جينا إلى ختام عدد اليوم. ما تنساوش ترسلونا عبر صفحة فيسبوك البرنامج، تبعتونا آراءكم، اقتراءكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم، لما لا. تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم العامل معي في هذه السهرة، على بالي بلعية وبزاف معنا. ليلي ما نسيتش وش راح تعطينا اليوم نختموا بها؟ ولا نعطيكم امتي كوكتيل ماروكان نستعملوا بزاف في العراس ونال نجاح كبير، وان شاء الله يعجبكم ويعجب المتفرجين الكرام. تفضلي. الله يزيد فضلك. تفضلي. انا نجي من هيك.